إيمان كشيء قرأ لغو قبو باين الرحمن كقول كيف ما سور مقايبة يقول كيف فردوسية شنو قرص وليجية قانقار هدي آتيهين قرأ لغو باري وحيجي نقيمها كسوغن قرص كيلاشا قرآن كي يسنها الله يسكول ريان لك لقادين قادا ديگو دانا برتي يسيدا وحلو قيحو أو تفسير كوا لغو قيافر قلوب تينا قياما حقي سا دوان لغو القول ياي دديو قادر كيني وعنا قاتا أمر كيسا الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قصة النبي آدم صدح خلقه ما يشري الله وصدح قراء أيه كورها ما يساق قصاص قلوا ملائكة لها يو ما بالها وح شرع خير مويان قل هذا الله بعدنا وحويان إبليس يعول كيسو ما بالها وح خيرا شر مويان قل هذا صدحاتنا وأيه وأينجا وهذا مية حواي نصه الرئاسة الكينية لواسينو الحينا كلا بابيدو بين قنيس حديات إلهي كتلقى هذا نيسو سبحانه وتعالى أولياء دي سنة كميتهاي أيان كاقو نفي عن يهاي أو المرين في عنا هذه ليسو وحدوه إلي نيسا ملايكت إن عونا أكسن أميديكت أياد راعيسا حوتي نيسا وتكبي ريس حدي قفكو يهاي قفحن أوريني عي شركو وقالب نغضينا صفك إبليس بو كدر ميا بركة ديقنين تو حيو تاقنت صفك إبليس كدر ميني صدح لا قولها تاقنا صفك ملايكت يا أولياء دي إلهي يا خلقي إلى هاي أمر كقات كبيرك وضرب قال كم واحد تميد أن إلى هاي والله هذين ملائكة وأبو ريس سبحانه وتعالى وحوى قيسيو شاقي إنه دول كان لحد يسكو أبو ريس خليفة وقيسين ترى ما هاي وإلى هاي وبهاي هاي ملائكة أو تلا يا إجلات ليا لا أو ما بهنا سبحانه وتعالى خلق قيس لكن وإعلام وقيسين استشارة إلى هاي وما بهنا وحبك ما قرصونا إني جاعل في الأرض خليفة. أرجع خليفة صدح معناه أيو قارن كرادي لنا علماء خليفة يخلف بعضهم بعض وضد يجو إصدال دلاء قرن مركو تجا قرن جا كلا نحله أو إسبدلية نلاشوا ذي أو صعد أما وا خليفة ويو عدي هرأكو أبورنا هلكن رولك مركا كو أبورنا ولا ذي دون يانها هذاني. عيد بدشه ودولك عمرت أما وخليفة شرعي إلهي الدين إلهي عيد وكيل كجن نقطة إلهي الدنيا ذكرنا قاتش سو فلسة وإلهي مركو كتبتي سكانه يا وحي جيس يا شرعي جيس وسودة تيو عدي مامل كنا قلنا هذا وناجك كوه كامل له مركال كان وحي الدنيا دي وتاجين الله حب سارين مبني آدم إن أدون كوه كاميان إن الله كله سسحنا وهو كاميان خليفة يعني ايش السوق على كرا ملائكه الهي سؤال بويديين سؤال شني ما هم العارض هذا ملائكه عين كابا لكن علمي بيدوني وحيد هذا الهي وما وحد كو ابوريسا دولكي قارفسه هاديه او دي قداديه ايو انغونا وناغونا نو لا تاغني وحمدك يا تسبيح هذا يا تقديس هذا وسبحان الله والحمد لله ايانو لا تاغني او واكو امانينا إلهي بحوي قلت شوابي وحانوغ هاي وحي ذان أغي وحي سويدين لي ملائكتو مركي سؤاشن إلهي ويدين يان حقيك أغادين إن خلقي قاني آي سيدان يالي طوران تيه إياق أبا الشيقة وحي لان لا علم لنا إلا ما علمتنا إلهي ينبأو الشيقة سبحانه وتعالى هورو الشيقة أغيسيه وحاك الله حسيد بوضان نولك أولا فسهادية ملائكتو ويشيقين ودبنا آدمكو معصية يقف بكو فسهادين إياه لكن دي جيبا وحي وحلقو فسادين يميد قارة أو كم إذا قار الله سوقفت ويسفك الدماء وضادين تديقا تسوحي عدين يسادين لأن علماته وحن الله إلى هذا دي قدادين تيس إنو يهي فسهاد كأوين أما اللي باتده أوين نلوك اللقا قيست أو حقول لك ما أما اللي بدي يهي مقدسات كل بابي حرمك إلهي لفسادي والحمي هي كعبضة أول الدمية وحلم إذا ليج قف كمو من كاه الله طاعيو، وكمان رخيص كنقضي يدد كي مسلمين تادي قاضي الله طاعينايو، حيا عالم خلاه في السهادية وقدرن بكمدي ساد رادد بس سجارة أي ملايكته وعيمه،
ilaahay wuxuu ugu jawaabay waxaan ogay waxaydaan ogayn waa run cilmiga addoomuhu wuu kooban yahay alla wuxuu wa fawqa kulli dii cilmin caliim mid waloo cilmi laba mid cilmilaa kasii sarreeya oo kasii sarreeya cilmigu ilaahay buu isugu buyashubmaa subxaana wa tacaala saa daraaddeed bay habboon tahay qofku inuu caadaysta erayga wallaahu aclama nebi muuse reer banu israa'iil ku yidhaahdeen man aclamu naas isagoo khudbad akhriyaya dadka yaa u cilmi badanoo aniga buu dee waa tii laga raacay halkaa kooras dheer baa loo diray waa tii khadar indhaha loo geliyey ee intaasoo jeer uu ku soo saaray waxaanu garanayn ee markii uu dambe u fasirayna uu arkay inuu yahay wax dee uu ku qancayo wallaahu aclam macnaha waxay sheegaysaa insaanku waxaadiyo jeer u asala jahli baa u asala ma cilmi baa u asala qofka bani aadamka mise jahli جهل ما وصل ما الدليل على ذلك إنه كان ظلوما جهولا نفتي سنو الظلمية يا قف جهول ويومد جهل بدوي ولما ذو حيد هذا كهذا آداب علم قال الله برتو ولك كهذا يا وحيد هذا أن العلم ثلاثة أشبار علم قوة صدح تاكو من دخل في الشبر الأول تكبر قفك تاكذا أهر ريس قال ويسوينيه ومن دخل في الشبر الثاني تواضع قفك تاكد اللباد قادانا ويسير قابيا ويشوك سلا ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم قفك تاكد السطحات قادانا جهل جيسو أركا أنا مركا وحي سيكلا دي لورد قيبت النداميك وحبرشة مركا دايكت قفك مركو سكد داريك مرا يمورن كيسي جافا شرقي سو بضانيا ama haddu xalqada joogana kutubta yareera bilowga markuu akhristo qof walba uu la murmaya waa takabara markuu digriiga qaato jaamacadda ka baxana dib uu joogsanaya PhD-da markuu qaato markaasuu gaashaanku ku soo gaabanaya markaasuu arkayaa jahligiisa marka la yidhaahdo wixii la dhigaya waa lagu dhameeyaa adaa lagu sugaya laabudda an takuuna baaxitha waa inaad noqotaa mid maktabadda wax ku soo kordhiya ummadda cilmi ku soo kordhiya adaa marti lagu yahay oo lagu eegayaaye maxaad haysaa dee madaxuu xoqanaya markaa dib uu fadhiisanaya marka waxay culimmadu yidhaahdeen iyaaka an takuuna saaxiba shibri waxaad inaga ilaalisaa inaad noqoto taakoole kaa taakada la waalanaya haynagu noqon marka malaa waxaynu odhan karnaa beryahan dambe taakadaasa ayna wareerisay siiba daayar kaasa iclaamkan iyo warbaahintan markii la helayna qofkii oo iska bilaaba oo muftibaabuu isu dhigayaaba markaasuu ka sii daynayaa taasi waxa weeyaan walaa tagfu maa laysa laka bihi cilm المهم مسألة سواء مسألة كلا لكن وإن إنه أجانا علم جينا إنه باهنا وقبلنا وأين كذا جين من هو ماري لا يشبعان طالب علم وطالب الدنيا لوا كان أمام ما ما درجان وقف علم دوني يقف مال دوني سان مال كلو قال درجين علم جنا لو قام درجو إني أعلم ما لا تعلمون مركا أطومه لوا الريموت بوين عاريستان إن شاء الله والله أعلم لوا لا سبب مهم تلاقوين كمستقبلك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هكو قبضت يا والله أعلم بحياة شيخي سبا نبي آدم عليه السلام ملائك تيوا كوين يري محاد كأبو ريس أسجي أولادي إلهي بامرك أوحي وقابو دونا يا إنو أمو تيا نبي آدم وحو براي مقعية ديوردن كلها ثم عرضهم مركب مقعية داسي وحال برايا شيء والبا يمك عيسى شيدة واسبقي يا مسميات مقعيدي يا وحي مقع لاها وثم عرضهم وصابن دقي محو صابن دقي و وحلا صابن دقي يا وام شيدي مقعيدة الهابا إلى هاي وصابن دقي سبحانه وتعالى ملائكتي بصهر دقي وحول بل وحيابها إن هري على مقعيدة وده إيش هيك مقعيدة وده إيش هيك marka sheeyada halkan la soo dhigay culimadu waxay leeyihiin waa sheeyada ay u baahan doonaan bani aadamka adduunyadan ilmo bani aadam waxay ku isticmaali doonaan ay u baahanayaan ayaa halkan ilaahay uu soo dhigay oo malaa'igtii uu horkeenay nabi aadam horkeenay magacayna way wada leeyihiin waxa halkaa laga faa'iideysanayaa ilaan culimadu luqadda iyo magaca yaa dejiya waa masala khilaafiya laakiin sida raajixay waxa weeye inuu ilaahay dejiyo subxaana wa tacaala luqadaha ayaa u bixiya dadka ilaahay baa u bixiya baraa siduu shay walba u abuuray buu luqadiisiina isagu abuuray
marka hadii xataa dadka qaar kood meel ay isugu xareeyo gaar ah luqadda ay la baxayaan ilaahay uma baro subxaana wa taala dadku horumar ha sameeyaan ama xirfado ha u yeeshaan laakiin waadica luqaduhu waa ilaahay sida halkan baa aynu ku arkayno had ka arkaysa ilaahay inaan waxba ku adkaanin subxaana wa taala maskaxdaada yare liidataha odhanin oo waxaan odhan ilaahay talow halkuu ka soo guray haddana markii dambe halkuu ku celiyey dema waxba ku adkaada waxba kuma adkaada rabbi ilaa waa taahara uu kugu soo sheegay wahuwa bikulli shayin caliim wax walba ilaahay waa karaa wax walba uu ogyahay أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا وحي إلى هذا المركة ملائكة سبحانك إله وذيك حمان كوفا لا علم لنا علم ملهن إلا ما علمتنا وحي أدنى برتين موياني إنك أذو أنت أذو العليم الحكيم من علم بضن باتاي حكمتنا له قال المركة إلهي وحي يا آدم نبي آدم أنبئهم بأسمائهم ملائكة وحدو شيكتا شيئا مقعيدو أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم مركو ملائكتي أوه رمي أوه شيئا شيئا دي مقعية دودي قال إلهي وحول أعلم أقول لكم وميانا ندي كورنين إني أعلم أن وحانوك هاي غيب السماوات والأرض وحمقا السموين كم مقان يرولك وحا كم مقان بانوك وأعلم وحانوك ما تبدون وحا موجسان إيسا وما تكتمون يوحا قرسان إيسا أبدا بوانوك سوتا ندين شيئا استاذ إلهي وكل سبحانه وتعالى مركا لك مستفاداتك أي نقصة لك قادنا إنا وحوي أن إثبات القول لله سبحانه إلهي قول بوليه حرف له عضن له وإنا آخرين وكلام كيس السيدة دادك قاركوضة مفرق لها قاركوضة الله أحد أول هذين إلهي كلام كيس ذات ديسة أما إساقون بكوقة ما يوم سوقود بنت تاسي صحمها ilaahay wax walba inuu faro falo waxba aanay ku adkaanay baynu halkan ka arkayna faaalun lima yuriid laa yusalu amma yaf'al wa hum yusaluun waxba kuma adkaadaan wuxuu doono sameeyaa idina waxba waydiin karto malaa'iktu waa caalam ghaybiya waa ghaybka inaga maqan bay ka midii waxaanu ka rumaynaynaa inta waxyigu inooga sheegay waxaan waxyigu inooga sheegin kama rumayn karno ama kama oran karno nabiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam إن النور لقى أبو راي، هلك تشينك يا شياطين تنار لقى أبو راي، شياطين تيا باريست، يجانا نور بالا لقى أبو راي، إن جانا عيد بالا إن جا أبو راي، سيدنا النبي عدي عليه الصلاة والسلام، ما قركوا دي حرون تو ذا يدقيه نوع عالم خرية صبضة، حكمة ده إلى هاي وحي كانت، لأن يا آدم كونه السيدة نفر عمارة وأنا حكمة ده جور كلوت شريوي، جور كواحد لوت شري، إنه ضد كترمه أو خليفة أي كلا نقدانا استبها يال. waxa qisada aynu ka faa'iideysanayna dadka adduunyada ku nool in madaxdu ay lagama maarmaan u tahay oo waxa fowdo la yiraahdo iyo madax la'aan aanay ku soconayn masaa'ilka muhiimka ee muslimku uu aaminsan yahay bay ka mid tahay inay yeeshaan madax madaxdaasina ay u wanaagsanaato diin iyo dunyadana ay u hagaajiso waxa fowdada la yiraahdana waxyaabaha lagu halaagsamo weyn waxaan halkan ka arkaynaa qofku hadii uu wax shay wanaajinayo inuu sheego inaanay ceebaad lahayn ceeb male oo malaa'igtu halkan waxay yidhaahdaan wa naxnu nusabbixu bixamdi wanaagii ay qabanayeen ayuunbay sheegeen laakiin waxaanay ogeyn oo xikmadaho meesha ku jira ayaa rabbina halkan u sheegay oo u caddeeyey sharcigu wixii uu inoo sheego waa inaanu qaadanno wax badan oo danteennaabaa ku jira oo aynaan ogeyn inuu heli doono marka aynu raacno waxaanu halkan ka arkaynaa fadliga iyo sharafta uu leeyahay cilmiga oo nabi aadam calayhi salaam dee mucallim buu noqday malaa'igtiina arday bay noqdeen marka ibnu kathiir raximahullahu siduu leeyahay waxaa halkaa ka muuqanaya buu yidhi inuu dee mucallinka arday ka fadli badan yahay soomaa ardaydii kol hadday malaa'igtii arday noqdeen isagina mucallim uu noqday fadliga nabi aadam cilmiga uu ku fadli badan yahay baa ilaahay halkan uu ku muujiyey addoommaha qaarkood inuu ilaahay cilmi dheeraada siiyey aynu arkayna oo khalqigu de xagga cilmiga waa ku kala fadli badan yahay awliyada ilaahay iyo saalixiinta waa wanaagsan waa kaa nabi aadamba ka fadli batay malaa'igtii xagga cilmiga
امتحانك شيء قال الله إلى هذا وحس كتروي أو قرآن كنوي نبريا لقن كنبي محمد نوي نبريا عليه الصلاة والسلام امتحان بالله قاعد النبي آدم يو يا ملاك توا نبي آدم بكو جوريست ساسوك لو ترتن كوج قاعد امتحانك نبي محمد عليه الصلاة والسلام أرديديس يودي أصحابتي قفك بني آدم كأوحى وهبون إنه نفتي سجرته قدر كذا وأنا إسقاط قادم قبل يسوع يالي وحنو جرنا إننا أنا إسقاط قادم ويا ملاك تويس ديبين مركي لهاي وقصص صار أرنتن ينبي آدم علمي قال مصيني وحنو كارك إن ملاك تو سيد إلهي أوينين يا سبحانه وتعالى يا رياضي كتشوابين قيمها إليه صفات كإلهي بك أي آيات وإنو عطينا العليم الحكيم وإنو موقنية وحمركا إلهي وقد بيارين كلا ويضبا امتحان قال الله تعالى وإذ وقت حس نبي محمد قلنا للملائكة ملائكتي وحن كن لأسجدوا لآدم نبي آدم سجودا فسجدوا ويسجودا إلا إبليس كلا إلى آدم ويانا أبا إسقوا ديدي واستكبروا ويسويني وكان من الكافرين قال هذا نوك منها وقلنا وحن نريبوا لهذه يا آدم آدم أسكن دك أنت وزوجك هذه هي حاس كاغو الجنة جنّة دك وكلا منها جنّة وحك عنتان رغدا عنتان واسعة وبلارا ونحد لهين حيث شئتما كورتا دونتان هي ميشا دونتان بوحك عنا ولا تقربا هودواننا هذه الشجرة جيدا فتكونا من الظالمين وحيد كم يدنقون دونتان هو ظلمك سميي فأزلهم الشيطان شيطان كيو كسو سنبرحيي عنها تنذيب كسو سنبرحيي وكسو توري فأخرجهما وحو كسو صاري نبي آدم يحاوى مما كان فيه برواقدي يخير كي بدناي كل احترام بو كسو صاري وقلنا وحان نريبو لهي اهبطوا دقا بعضكم لبعض قاركين بكو وكلا عدو عدو باي ستهين ناف هالك ولكم في الأرض للك نوحة كل هذه مستقر ميل أدكتان ومطاع إيحوغا راحة وكل راحة يستان وكل عسومنتين إلى حين انت أدونك تشوكتان مركا كواري ميسان انت أصاب إلى انت مدكاه انت لما ليسان امتحان كم بلاد نوحة وهي نبي آدم أيال الفرعين أسجودان ملائكتي لها أمر كي سبا قاطع لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون وخلق أتاقا إن إلهي أطيعان وأنا عاصين سينه ربا الصوح صدي وحي قناك أركين سجود داسي لفري وحي لنا عكتها سجود التشريف لنا عنا عباده لنا وحي كتها التشريف نبي آدم با إلهي وكما موسى لنا عنا عباده كتها يو دي إلهي أمر كيسي بالله قادنا يا إلهي أمر كيسي كيد دي دينا إنو قالوا ببا إلهي وتلبعوا وكان من الكافرين مركا إلهي سجود لها أي إلي آدم كانوا سجودا مركا نبي آدم لما عابود إيه إله أمر كيس لقاطي أيال عابود إيه إذا مركا لنا عبادة كتو أمر كالله مركا داد قادة توا عبادة لنا عنا وحي كتها الشرف ذو نبي آدم أيال إلهي وكو شرف إيه سجود داس إن لو سجود إنك شرعي إنن عدان إلهي هين شرعي نود دي سجود دان هرتوا ما ها سجود الانحناء سجود فرصية معها وقف فرصنا إياه لكن هو سجود فضل الله نجيه فقعوا له ساجدين سجود الدعاء أبوه لهي سبحانه وتعالى سجود الدعاء ما هو أبي سجود يبقى
مركز إن عيد كلا لو سجوده أو خلقه كمده والديد سنب لو ما سجوده يا بني آدم لو ما سجوده يا مرحنا لو ما سجوده يا أصحاب رضوان الله عليه مركز سو أركان لما كي قال هذا بقرة ضعها بقرة دي غير يوروبية غير إيران يدو لو سجوده يا النبي قال حكول هذا نظام كفر لبنان ما نكون سجود ما يبي ما أنا قاعدون كي لهاي بان ترى كذا إلا إضافية أنا ما تعلي سجود هالكاسة كواكت marka cid madax loo fooranayo iyo cid food loo dhigayo labaduba halkaas ay ku hareereen laakiin ilaahi sujuud lahaa nabi aadam ilaahi loo sujuudo subhana wa taala iblis bay isagu soo taagay iblis waxa uu ka yimid meeshu jooga oo isaga laftiisana de khalqiga ilaahi wax ku tusayaado malaa'ikta ayuu goobtan la jooga ilaahi ba xikmad kale waxa uu halkan u keenay oo waa ka daa casharada iyo duruus iyo cibrooyin ka qaadanayo sugu meeshun buu ka soo booday amarkuna uu ku jahaysnaa markii la yiri sujuud isagu u diiday istithna muttasilna wa naqan kara munqadi'na wa naqan kara waa laba macno kala gaar ah istithna iyo mustasna labada shay la soo kala reebay markay isku qolayeen waa muttasil balay haday kala qolayeen waa munqadi' balay baas we diinaysa talo muxuu sujuudi waa marka ilaahay ba ka jawaabe aba wastakbara wa kana min alkaafirin سؤال هذه صدح رأسها لقى جواب هذور دار مولهين مما قنين مو حنوسنين مو هاولاي سنين لكن ودي لي وانو كبري قال هذا نقول كم لها كايت وحيابا إنه عطينا يسوي حكم لها هذور هذا إبليس ككل عو حكم لها إلهي ولا دينه سبحانه وتعالى هذور هذا إبليس ولاي ابن آدم كان سوى جاري كرا كل عكرا دين ماذا إلهي ولا دينه وشقى إبليس كبر كنا وشقى إبليس waxana labadaba ku kalifay xasad ayaa ku kalifay oo quraanka ilaahay muxuu ku yiri markuu hadlayo wuxuu ana khayru minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin yana baa ka khayr badan ka khayr ka badan mid uu ka khayr badan yahay siduu ugu sujuudi kara marka wuxuu keenay qiyaas iyo daliil aqliya oo daliilki ilaahay ka horjeeda oo fasida wa kana min alkaafirina wa ha'atayniisa gaaladu kamidha kana min aljinna wa jirti fa fasaqa an amri rabbi ملائكته كموم بدهين أيها هلكانا كموم قنا إن أنا ملائكته إلهي كم بدهين إبليس اللعين وحمرك آيات دو آيات الماميس القرآن كنا ما يلب بدن حصي عدو كوبا ده إنسان كله إنه يهاي محي كأبه وركوس قاده إبليس لا يلعبه إن الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا شيطانك عدو بدين هاي عدو كاريكتا يا إلهي نبي آدم عليه السلام يحاسك السحاوة إلى هاي دقنين بوسيي إبليس بار لوغة ديگايا إنه غنوا الله إنه غد ديگاي دقنين تاسينا ويسعونا إسا قفكي قاتانا وقوليسانيا كي كلنا وقول درايسانيا إلهي وحو النبي آدم يحاوة جنة دي ديگا بالي وسكون أنت وزوجك الجنة هذه يحاسك آقو جنة دا ديگا جنة دا سواتي بجنة كومي الگارة بيه يسوح هاي جنة الخلد تي لغواري قول كعلماء ذو بذيهين راجح هاي وحوي وجنة ذي لغواري أشعر ساشيك يسع عهدي وعهدية وجنة اللي سلوغيها وتقران كوكورا وتقيمها بذوي إلهي مع عمي سبحانه وتعالى أدوما ميالو كسو ريابايا وكو عمينا يما هوا ميالا كبر واقسنانا وجنة ذي أصل كهيدوين جنة ذا سالي داك أديك يحاسكاو حاسكي سدا وحواء قرآنكم ما قاعد معين لكن وحواوية حاوية كوابتر ستا حقا كتن تنبي آدم وخلق منها زوجها إيادة أمبو إساق أمبو كأبو رأيادة مرانية شافا شرق مكياني كرنو ما أران كرنا تي لغا أبو رأي دي سدو بورسدي دي إلهي وحنا حلاليني وحنا حارانتي نميني ayun baa intu ka abuuray islaan uga dhigay iyo oori aadam ubadkiisu bacid kale ma haynin tiintii hore ku meel gaar baa hayo wala iskursanay oo carruurtu ma xalaal isu ahay markii dambe dadku batee la kala turkay ayun baa la isu taltalaa naskhi baa leena wax naskhi diimihi hore samaawiga ah naskhi bay lahaayeen marka kolkii dadkii batee baa waxa la nasaxay huurkii walaalaha التحليل والتحريم حق له تعالى حلال انت حرام انت حق لهي اسك ليه نغو امر كي سبينو قادنا
mar walba wixii uu noo sheegay baa sax. Waxa halka ka muuqanaya ninna inaanu xaas ka maarmayn oorina aanay nin ka maarmayn, haddii ay markaa kala maarankaasi jiro halkiisu iska wardiilaa nabi aadam. Odaygaas islaanta uma baahdeen aabbaheen iyo hooyadeen, marka waa duruufu xaas la'aantu waa duruuf dhalinyaro, allah idiin sakhireeya, waa duruuf idin haysa un xaas la'aantu. Waxay yidhahdaan culimada axkaamtu faqiir yaa la yidhahba ina faqiir, alfaqiiru man laa zawja lahu bayda, faqiir waxaa la yidhahda qofkaan xaas lahayn, baarkin ba male, shantad ba male, meel wax ku ritaba male, hadduu caawa awr qasho wasladun buu ka cunaya u dhaqaajiyey, laakiin dee hadduu xaas leeyahay imise weel baa loo buuxinaya. Marka ku dadaala guurka inaynu fudaydino oo caqabadaha hor yaalla ee habluhu hor dhigayaan ama wiilashu hor dhigayaan ama waalidku hor dhigaya ha laga qaado. Qaar khayr lena allah idiin sakhiro ama allah ina wada sakhiro, waayo taasina waa taa weye, waa mulaaxado kaloo jira. Waayo insaanka asalkiisi oo nebi aadama ooridaasu u baahaa meel kale lagama keenina, isagii baa laga jeexay. Saasaa markaa nolosha ay ku bilaabantay, guurkuna waa sunnada nolosha. Sunnada iyo habka nolosha u soconaysa ay ku soconaysaa waa taranka khaliifa, dee taranku wuu go'i lahaa. Markaa maqaasida iyo ujeedooyinka guurka ka mid tahay inay dadku tarmaan siduu nebigu u leeyahay calayhi salaatu wasalaam, taranka badiya waa la isu faanayaa, ambiyada ilaahay baa isu faanaya maalinta qiyaamaha. Jannada deeqda taalla waa mid ballaaran, laa maquucati walaa mamnuuca, wakulaa minhaa ragadan xayu shi'tuma, xayu shi'tuma, meeshaad doonaysaa. Waa cunitaanku waa waasac, busaarad ma laha, xad ma laha, diiqad ma laha, way waasac weyn. Laakiin waxaa lay geedkan ha u dhowaanina, ha u dhowaanina waxay sheegaysaa hafalin bay ka horeysaa. Waayo xaaraanta haddaad u dhowaato waxaa sahlan inay nafti iyo shaydaanku kugu riixaan. Waa kii nebigu tusaalaha bixinayo, seeraha xidhan xoolaha lama agdaajiyo way u dhacayaane. Marka waxyaabaha nafta aad ku kallifaysa waxaa ka mid ah inaad xumaanta iyo xaraanta ku yara ag warwareegta, tidhaahda mee anigu waan iska adaga, waxba iskama adkida, ibliis baa kaa adkaan doonee. Ha u dhowaanin meelaha dabku ka baxayo, dabka xaaraantu meeshuu ka baxayo waa qaawanaanta, iyo meesha wax lagu cunay xaaraanta lagu cuno, iyo dalkeeda iyo dadkeeda, ka duru si aad u nabad gasho. Waa kaa walaa taqrabu zina, soomaadare zinaada ha u dhowaanina, halkana geedkan ha u dhowaanina. Sababtii iyo waddadii baad haysaa, kol haddaad xaaraanta ku dhowaato uumigeedii baa kugu baxaya. Dabeetana nafti waa daciifa, way iska xijin, way iska xijin, marka dambe way kula soo kacaysa. Walaa taqrabaa haadihi shajara, geedku muxuu ahaa? Dee qur-aanku ma cayimin geedkaasi. Magacyaa ragga qaarkood u sheegaa magac mar haddaan qur-aanku u bixinin, dee inagu uma magac bixinayna, waa geed la calaamadiyey. Fatakuunaa min adaalimiin, shaydaankii wuu ka guulaystayo, wuu simbirrixiyey. Quraada qaarkood baa qiro sugan akhriya, fa azaalahumaa, izaaladu waxa weeyaan wuu durkiyo, waa ka saaray meesha, waa isku macnuun bay noqonaya, iyo wuu simbirrixiyey. Simbirraxay noqonaysa qofku markuu macsiyada ku dhaco, wuu simbirraxday. Waxaa taqaanaa qof soconaya simbirraxdayna inuu araxda ka jabo u dhow yahay, waa halaag, waxyaabaha lagu halaagsamooyey. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، مما كانا فيه موصول كاسوح تلمام يلا إفهامي إلا وأسماء ذي بوفن كهيدة وحي وين براره هي برواقضي أي هيسته أيو كسور لحصار يسيدو قصو صارين آيات دي هرين سورة الأعراف أين أخرين وحي لها لدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ما كنت سياه سورة الظهر ma ku tusiyaa geed marka la cuno waa la waarayaa, weligaana adiga ayaa iska yeelanaya. Calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla, waad waaraysaa. Insaanku aad buu jecel yahay labadaa, inuu wax badan helo kuna waaro, oo imika inuu boqortooyo helo, xoolo helo, inuu ka dhima, aad buu jecel yahay. Qof haddaad u timaado imika maalqabeen ama madaxa ducada ugu jecel yahay waxa weeye maxay? Adaala allahu cumra, cimriga allah ku dheeray, waari may sidee war waari may sidaasaanu jeclayn, allah noo kaa daayo buu jecel yahay, allah ku daayo ayuu jecel yahay. Ninkaasi si gaar uga warhaynaya, haddaba la daynba maayo u dhimanaya. Marka siyaabaha bani aadamka dabeecadiisa waxa ku jira ku abuuran inuu waxna yeesho kula waaro,
لكن تاجر نذا لقوا يلا وينها هرسوا أرجني وح هل كان كم وقنايين وأركينا وقلناها بطوب بعضكم لبعض عدو شن ذوي سريسا وعالم كقرة وفي السماء رزقكم وما توعدوا صمد وح سارم بولا هاي الأرساق الدين وكأيما نيس يشن ذي الأيدين يبوهاي نار هنا دوي هوسي يعني يكون أسفل السافرين ضمير كيا لولها الله يا جماعة اهبطوا بعضكم لبعض عدو وإبليس وآدم وحواء ويرك أهو الرأي إبليس باهية أو حكوها يا آدم حواء يعرور تود يقول عدو بيسوي وهذا قال كل مبني آدم دوي سكوت تاجين أو سكوت فوقين ما هدي كنا ده الله صار لافي حرب بقاسية دجال كاسين تدوية للرجع يوصعناه عدو ده أساس عناه ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين رولكا نرشا لقول نولي هاي واستقرار بين لاذا تدكو انت اي كن نولي هين رولكا استقرار بين لاذا انت قناش مستقر سوما لكن حتى انو ميالها كلا كواكب تكبار بارانو استاني قالت وينا هذا انو ميال كلا لقول نولان كناش لقول من نولان كرا استقرار مالها ميالها كلا هو دانكو من نولان يسيد dad ba badaha dega sida jayna iyo marka dhulki buuxsamay xafada badal laga jeexay nagu dhuweeyeen iska xidhana Soomaa dad ba dhulki ba ka dhamaado markaas ay badaha degan istiqraar male inkastoo badu badaa ay ka mid tahay dhulki laakiin haddana way si kala fiican wa mataa'un ila xiin inna wahi tilmaamaysa nolosha adduunyada waa raac waa raax mataa'al hayaati dunyada waa raax koobano ayaamale ila xiin lagu ma waaray haysilaw yashu ma tanadi ana asoobi والراحير ووقت حدد له إلى حين إلى أنت أضمن يسوي مركالك وحين أبو إنه كأركينا قصدنا يفائد وإنك إلا هذا هذا بدن الكاسين أبو شوقي وهذا ما أقوله أستغفر الله والله سبحانه وتعالى يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واصم به قلبي من الشيطان.